دلوقتي عندي حبه عدس اسود او عدس بجبه بالمايونيز، هو ورم لا هو سخن ولا هو بارد، بس اكله حلوه فيها هريسه وتوم وفلفل حار وطماطم كزبره وزبادي ومايونيز وبصل وخس وملح وفلفل وكمون وليمون وزيت حدوته يعني. شكل الشاورما حلو يا اخي، مش عارف انا طلعتها ازاي كده، مش عارف. ماشي، عدس مسلوق يا دلعك انت يا دلعك، عدس مسلوق الله عليك، خس وبصل طماطم فلفل حار هريسه زيت زيتون زبادي مايونيز توم كمون ملح وفلفل عصير ليمون وسبرينج اونيون هو بصل اخضر، وعندي بقدونس وكزبره للتأزيق. طيب حلو قوي كده، انا شايف الاكله دي ملعلطه وحلوه زي الفل، حبه زيت زيتون قوي بكل شيء اهم، وكده ادي بصل مكعبات، ادي حبه التوم زي ما اتفقت مع حضراتكم ان الاكله دي ورم لا هي سخنه ولا هي بارده، بس بتتعمل ايه تتطبخ. حبيبي يا رسول الله، ده المايونيز بتاعي والدريسنج كله مع بعضه حاجه ملعلطه. اول حاجه زيت زيتون، حبه خل، شويه ليمون اهو، ملح وفلفل هريسة يوغرت زبادي مينيز كده، حبه كمون اهم. ست جانا دي صديقه البرنامج من زمان، لا بقت بره، انت جاي ولا الدور الجاي؟ حاضر. حبه ملح، حبه فلفل، وادي الطماطم بتاعتي اهو، شوية كزبرة خضراء، العدس بتاعي مستوي كويس اهو، خدنا ملح وفلفل وكل حاجة، بس تاخد سنة مية عشان ايه تاخد وتدي معايا. مش كتير مش كتير عشان تشغل النار عليها، والميه دي يا جماعه بتفيدني وايه امرني يا فندم. حاضر يا فندم، نختم يا باشا. حاضر يا فندم، لما اسمع العياط.